هنتكلم عن كل ما يخص الرضاعة الطبيعية من أول وصول الطفل لحد المشاكل المتعلقة اللي ممكن تيجي للأم وإيه المنتجات اللي أنت لازم تبقى عارفاها عشان هتحتاجيها في الفترة دي. معاكم دكتور شفيق، تقدر تتابعني على الفيسبوك أو على اليوتيوب. هنستعرض سريعا كده بداية أعراض الولادة، وهي إنك بتلاقي انقباضات بتجيلك، بتكون متباعدة شوية وبتكون خفيفة، مع الوقت بتبدأ الفترات تقل والقوة تزيد والألم بيبقى محسوس في البطن والظهر، وكل ما الانقباضات تقرب وتقوى كده أحب أبشرك إنك دخلت في بداية مرحلة الولادة. وللأسف اغلب الولادات بتحصل من واحده صباحا لسبعه صباحا. مبدئيا كده عندنا الطبيعي والقيصري، كل واحده ليها مميزات وليها عيوب. القيصري من اهم مزاياها ان انت اللي بتحددي ميعاد الولاده، كانك رايحه تعملي شوبينج بالظبط، بتاخدي الشنطه وجوزك بياخد اجازه من الشغل وتطلعوا تخرجوا بالمستشفى معاكوا عيل صغير. في حين ان الولاده الطبيعيه لازم تنتظر وبيكون في عنصر السسبنس ان انت دايما قاعد مستني على اتصال، بس في نفس الوقت الولاده الطبيعيه بيكون المستوى الهرموني فيها متظبط، انما القيصريه بيكون الهرمونات فيها بتاخد وقت شويه على ما تتظبط. وعشان تفهمي اللي بيحصل، عندك عنق الرحم الاول لازم يتسع، هو بيكون قافل، لازم بيبدا يتسع ويكون ارق عشان يفتح يوصل لحد 10 سنتي، وده سبب الانتظار وكل شويه ياخدوا اتساع عنق الرحم عشان يشوفوا الولاده هتبدا ولا لا. تاني مرحله وهي مرحله بدء خروج الطفل لحد ما ينتهي خالص ويخرج، وسبحان الله شوف الفيديو ده وشوف الطفل ازاي بيتحرك لوحده لحد ما يخرج بامان. وتالت مرحلة خاصة بخروج المشيمة، والف الف مبروك البوب وصل. وطبعا الناس برا كلها بتفرح اما بتسمع صوت الواد بيعيط، ودي حقيقة لازم يفرحوا، لان البكاء ده بيخلي الرئة تتسع وبتطرد اي سوائل او اي حاجة دخلت اثناء الولادة، فهي دايما علامة كويسة. ولكن عايز اقولك نصيحة في القيصرية، ان هو بيفتح لك 17 سنتي. لو انت مش حابة ان يكون في علامة مكان العملية دي، بتستخدمي جل سيليكون، بتلاقيه موجود في الصيدليات، ده بيساعد على التئام الجرح بشكل تجميلي اكتر. وعندي رسالة للازواج، التقلب الهرموني اللي الزوجة بتمر بيه بداية من لحظة الولادة لحد خروج الطفل بركان متفجر، لان في مثلا البروجستيرون والاستروجين بينزلوا فجاه، وفي حاجات بتطلع زي الاكسيتوسين اللي هو هرمون الطلق وهرمون الحليب، وعندك حاجات بتعمل انقباضات في الرحم وحاجات بتمنع الارتخاءات، في خناقه بتحصل كهرمونات، والهرمونات دي مشكلتها ان هي كلها مرتبطه ببعض وبتاثر جدا على المود، وده السبب في اضطراب المشاعر طوال فتره الحمل وخاصه بعد الولاده، وان في بعض الامهات بتعاني من اكتئاب، ودي الفتره اللي حضرتك بتلاقي نفسك غلطان كتير وبتعتذر كتير وبتحتوي كتير، فمعلش استحمل. هنقف هنا ونكمل بقية الحلقة في فيديوهات تانية. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الحلقة اول ما تنزل، واعمل شير وانشر الخير.